ما هو الغرض اليوم من هذه المباحثات ما بين وزير الري السوداني والمبعوث الأوروبي للاتحاد الإفريقي بقضية سد النهضة؟ الواقع أن السودان يبحث عن تضامن وعن مساندة دولية لموقفه فيما يخص ملف سد النهضة وضرورة مشاركة قوى دولية كمراقبين في أي مفاوضات تجري حول هذا الملف برعاية الاتحاد الأفريقي. تعبر هذه اللقاءات والدبلوماسية التي يقوم بها السودان تعبر عن عدم رضا واضح من الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في هذا الملف، وتعبر أن هنالك ميولا واضحة لدى خبراء الاتحاد الأفريقي في مساندة الموقف الإثيوبي. الحقيقة السودان لم يغير موقفه الذي يقبل قيام وإنشاء سد النهضة واستفادة إثيوبيا من السد، ولكنه مصر منذ النظام المعزول وحتى الآن مصر على أن يكون عملية تشغيل السد وتبادل المعلومات الفنية تكون عبر اتفاق ملزم بين جميع الأطراف حتى يتسنى للسودان سيد خالد معالجة مسألة المياه داخليا وفنيا. سيد خالد، لكن السودان اليوم طرق باب مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وعدنا من جديد الآن لنتحدث عن عودة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. فيعني ماذا، كيف نفهم كل ذلك؟ هل نحن عدنا إلى مربع الصفر هنا؟ الواقع أن السودان يبحث عن ضغوط على أثيوبيا أيضا دولية وإقليمية وعبر اتحادات وجماعات ضغط خارجية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها، ويعتقد أن وجود هذه الدول بثقلها ونفوذها السياسي والاقتصادي المعروف في العالم يمكن أن يشكل يعني آلية ضغط على أثيوبيا نفسها، ويمكن أن يشكل ضغط على رعاية الاتحاد الأفريقي لأن يكون وسيطا معتدلا في تناول هذا الملف. وهل السودان مازال متفائل سيد خالد؟ أي من الدول الثلاث، هل السودان مازال متفائل بأن تقوم هذه الدول سواء دول المتوفرة لي الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن بالضغط اللازم، خصوصا وأنه إلى حد الآن المواقف تقف عند حث الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لا أكثر؟ نعم، هو بالتأكيد موقف طابعه دبلوماسي، ولكن ربما تكون هنالك اتصالات تجريها هذه الدول بين الأطراف الثلاثة لتليين المواقف وللقبول باتفاق ملزم يحل هذا الإشكال الذي يعني تطور من حالة إقليمية إلى حالة دولية نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد. ولكن أنا أظن أن السودان في حاجة إلى اتفاق مرحلي خصوصا فيما يتعلق بعمليات الملء الثاني، وأن يكون هذا الاتفاق هو جزء من أي اتفاق يعني يعقد لاحقا ويكون ملزما. هذه أظن مشاغل السودان في الوضع الحالي.